الاستعدادات للديربي البيضاوي اللي كيجمع الغريمين التقليديين الرجاء والوداد، كتعيش مدينة الدار البيضاء أجواء غير اعتيادية يوم قبل المباراة. عشاق الفريقين كيحضروا الموعد اللقاء الكروي، بحيث كيفضل أغلبهم الذهاب للملعب للتشجيع والمتعة، الشيء اللي كيدفع ساكنة الأحياء المجاورة من المركب الرياضي يتاخدوا تدابير قبلية تأهبا لحصول عملية شغب أو سرقة. دابا تيوجدوا على تشوفوا الغداء والتواشى، وغدا ان شاء الله بالنسبه للطوموبيلات والحوانت باش يكون والو، تيسد كلشي، تيسد الطوموبيلات، تيديروا لهم كرياج، تيحبسوهم، وتتكون الجوقه بزاف، واحد النسبه كثيره لحقاش الحوانت تيسدوا. غدا عاوتاني كيكون بنادم بزاف، الجمهور كينوض، شويه ديال الشغب، شويه ديال التراث، شويه هكا، ولكن كيكونوا رجال الامن مهم بعدا ولفنا حنا على هذا الشيء بعدا، ولا عندنا عادي. نهار قبل الديربي بالليل يعني كيجيو صحاب ديباناج وهذا كيحطوا دوك لي بلايك باش يمنعوا ستاسيونمون، ونهار الديربي مع 8 الصباح كيصبحوا البوليس وهذا كيمنعوا ستاسيونمون، كيجيو يصنعوا عندنا في الدار، حيدوا الطوموبيلات وهذا باش يخليوا الجمهور يدوز. وداد الراجع. عشاق الحمراء والخضراء دفعوا بالمحلات التجاريه بالمعارف اتخاذ تدابير وقائيه، فمنهم اللي كيفضل اخذ قسط من الراحه اثناء المباراه ويقفل المحل الخاص به، ومنهم اللي كينتهز الفرصه ويمارس مهامه اليوميه بدون اي تخوف. باسكو كيوقعوا دي بروبليم، يعني نقدروا يهرسوا لنا الجاج، يهرسوا لنا سي بوس، علاش كنسدوا؟ لا ما تنسدوش، لا علاش؟ حيت حنا جايين القرب نتينا كما قلت لك، تيكونوا البوليس بزاف، المحال تيكونوا بعاديه، تيكون تهراس، تيكون صدام، تيكون معاك، ولكن هنا قرابين التيران تيكون لا، تيكون البوليس بزاف، تيكون بحال قلتي تيوجدوا قبل. الديربي 115 في تاريخ الرجاء والوداد البيضاويين عرف اجواء حماسيه في الشوارع المحيطه بالملعب اللي غادي يجري فيه اللقاء، الا ان اغلب المشجعين استاءوا من عمليات الزياده اللي طالت التذاكر. والغريب في الامر ان السياده ماشي في الاسواق السوداء بل في الشبابيك لبيع التذاكر. اي 41 درهم، 40 درهم في التيكيت ودرهم ديالو، عندنا ما ندير. اي اخويا 40 درهم، 40 درهم ومزيدين عندنا، وما شنوار دايره 45 درهم، زادوا عندنا بزاف. الكيشي و 41 درهم نورمالمون راه خاصها تكون 40 درهم، لحقاش من الكيشي. وحنا حاولنا نسولوا المسؤولين عن بيع التذاكر داخل الشبابيك عن سبب الزياده، رفضوا التعليق على هذا الموضوع. كيبقى الديربي عرس كروي كبير كينتظروه المغاربه على العموم والبيضاويين على الخصوص، كيوضعوا فيه أمالهم لتحقيق الانتصار والمتعة، فيما كيبقى التخوف من إثارة أعمال الشغب والنهب الهاجس اللي كيطال سكان الأحياء المجاورة للمركب الرياضي محمد الخامس.